شامي الناطقة باسم شبكة شام بدمشق، أهلا بك سيدة ديمة، لك أن تطلعين ما هي تفاصيل الهجوم على مخيم اليرموك. نعم، اليوم القصة مستمرة على حي دمشق الجنوبية، مخيم يرموك والحي الذي يجاوره الحجر الأسود بالدبابات والهاونات المتواجدة في بساتين شارع الثلاثين، وأيضا تم القصف براجمات الصواريخ منذ الصباح. هناك لك للطيران الحربي هناك أيضا فوق سماء المخيم البارحة كانت، وأيضا حدثت اشتباكات على أطراف المخيم بين جيش النظام والجيش الحر لمنع اقتحام جيش النظام للمخيم. البارحة كانت المعركة متركزة في محيط القيادة العامة في مخيم اليرموك، نجح الجيش الحر بالدخول الى المنقر وايضا سيطر على اجزاء واسعه من المخيم. اليوم منذ الصباح حركه يشهدها المخيم بعد تتالي سقوط قذائف حاونات في عدد من احياء شوارع حي المخيم في شارع المغرب وفي شارع 15، يعني سقطت عده قذائف هاون منذ الصباح وحتى الان. هناك عدد كبير ايضا من العائلات ترفض مغادره المخيم. حتى اللحظه ايضا استشهد الشاب الفلسطيني راتب النمر وهو احد المشقين عن القياده العامه قبل عده ايام، اصيب برصاص قناص واليوم استشهد صباحا متاثرا بجراحه. هذا بالنسبه يعني لاخر التطورات في مخيم اليرموك. وردنا ان النازحون يعني يحاولون الخروج من المخيم، وهناك اغلاق طوق امني على المخيم قبل قوات النظام. نعم. واحيانا يمنعون بعض النازحين من الخروج ويمنعون ايضا اي احد من الدخول الى نعم المخيم. سيده ديما، يعني هل لك ان تخبرينا عن التفاصيل عن مدن وبلدات الغوطه الشرقيه هناك؟ نعم، هناك تصعيد كبير اليوم على بلدات الغوطة الشرقية، يعني طيران الميك شن عدة غارات بين مدينتين حرستا ومستعبة، أيضا القصف طالع عربين وحموريا وزملكا وعقربة وبيت سحم وشبرا وكفر بطنة. في كفر بطنة قامت مقاتلات الميك الحربية بقصف مبنى الطوارئ في ساحة المحكمة، أي سقط عدد من الجرحى. هناك قصف أيضا بصواريخ تحمل قنابل عنقودية ألقتها المقاتلات الحربية على كفر بطنة، ومنذ الصباح الباكر تم قصف منطقة أبليحة براجمات مما ادى الى دمار في المنازل واصابات بليغه في المنطقه. ايضا استشهدت طفله تبلغ من العمر 45 يوم، هي نازحه منطقه سيدي مقداد. واستمر القصف ايضا على بلده شبعه بطيران الميج. صراحة الوضع الإنساني سيء جدا في منطقة الغوطة الشرقية وأيضا حتى مناطق يعني جنوب دمشق، بلدات عقربة وبيت سحم وسيدي مقداد ودار المعظمية، كل هذه البلدات يعني حالة إنسانية مأساوية للغاية فيها جراء ارتفاع الأسعار، نقص توزيع المواد الغذائية بسبب الحصار المفروض عليها، انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في هذه المناطق مع البرد الذي يعني أصبح شديدا فيها. أيضا بالنسبة للريف الغربي المعظمية ودارية، هناك اليوم حدثت اشتباكات في الناحية الشرقية والغربية، وهناك شهيد محمد أبو اللبن من منطقة دارية. بالنسبة للعاصمة دمشق في حي جوبر كان هناك قصف بالهاون على المباني السكنية وحريق في أحد المنازل ليلا. هناك شهيد أيضا في حي القابون اليوم صباحا برصاص قناص. ومن الملفت للنظر البارحة تطور خطير في قلب العاصمة دمشق في حي المهاجرين وفي شارع بغداد. في شارع بغداد سقطت قذيفة في حي السادات وتلاه حريق في تلك المنطقة وانتشار أمني. في حي المهاجرين سقطت عدد من قذائف الهاون في المثلث الأمني في منطقة الروضة، هذه المنطقة التي تحوي عدد من مقار الحارس الجمهوري والمكتب الرئاسي وأيضا عدد من السفارات. نعم سيدة ديما الشامي، شكرا جزيلا لك، الناطقة باسم شبكة شام من دمشق.